يقول: ذكرتم حفظكم الله بالأمس أنه لا بأس أن يطوف الإنسان راكبا العربة مع قدرته على المشي. نعم. السؤال حفظكم الله: هل ينقص أجره بذلك فيكون كمن صلى جالسا مع قدرته على القيام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ركب وهو قوي عليه الصلاة والسلام ليبين للناس أن هذا جائز، يجوز الركوب في الطواف وفي السعي والحمد لله، وأما الأجر فهو عند الله، ما نقول ينقص، إنما ندري هذا عند الله سبحانه، هذا على حسب نيته. نعم.